في كلام الناس هذا الأسبوع، على أي خط يعمل النائب جورج عدوان؟ هل استئناف التشريع يشرع الباب أمام التمديد للمجلس النيابي؟ متى ينسحب سمير جعجع ولمن؟ أي حل أمام قضية العسكر الرهائن؟ وماذا يفعل المسيحيون أمام تمدد داعش؟ يمكنكم التواصل مع كلام الناس عبر هذا الموقع للإجابة على السؤال التالي. النائب جورج عدوان ضيف كلام الناس الخميس 9:30 مباشرة على الـ LBCI والـ LDC.